الذي ينص في فصله العاشر على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر 2024. وبناءً على كل ذلك، وبعد التداول، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلنة عنها مؤخراً من طرف المحكمة الإدارية، واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن، والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي تضم كل من المترشحين المقبولين نهائياً: أولاً السيد العياشي بن عبد الحميد زمال، ثانياً السيد زهير بن محمد صالح المغزاوي، ثالثاً السيد قيس بن المنصف صعيد. حضرات السيدات والسادة، لا يخفى على أحد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة ووعياً بدورها الوطني والتاريخي لم تقبل ترشح من تولى أو شارك أو حرض على تدليس تزكيات الناخبين أو شراء ذممهم، أو من كان حاملاً لجنسية أجنبية أو كان غير متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية كما ينص على ذلك الدستور. وسنسعى بكل ما أوتينا من إرادة وعزيمة على أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة ومعبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي دون تلاعب أو تحيل أو تضليل.